نسق بقى بشأن سفر بعثة الفريق طبعا الأول للمغرب، وده طبعا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان إن الجهاز الإداري بينهي كل إجراءات السفر واستخراج التأشيرات في الوقت ده، وطبعا بيتواصل مع الجهات المسؤولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب طبعا للفريق. قال كمان الاتجاه الأقرب للسفر للمغرب بطيارة خاصة وفقا للتنسيق اللي بيحصل دلوقتي مع إدارة النادي الأهلي. حضراتكم عارفين طبعا الأهلي هيلاعب الوداد المغربي في المغرب يوم 17 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي.